كل ما بتقرب الساعه وكل ما بيجري عقرب الدقايق تحس ان الدنيا بتشد، الاعصاب بتشد، الدنيا بالتنشن. بس ان شاء الله باذن الله ده قلق مطلوب، قلق لانه المباراه مهمه جدا والبطوله مهمه جدا. ومره ثانيه بكرر، يعني تخيلوا حضراتكم ان انا متاكد انه جماهير النادي الاهلي وجماهير الناديين يعني بشكل عام قاعده دلوقتي على اعصابها، وكل واحد بيحسب الحسابات وبيشوف المدير الفني بتاع فرقته هيبتدي بالتشكيل صح ولا هيكون في اعتراضات. واكيد طبعا هيبقى في اعتراضات، يعني مفيش حد هيرضى عن التشكيل بنسبه 100%، ومفيش حد هيرضى عن التكتيك بنسبه 100%. لكن في جميع الاحوال انا يهمني اشوف ماتش فيه كوره حلوه، واعتقد انه لعيبه النادي الاهلي لو لعبوا كورتهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الماتش هيكون بتاعهم. اتمنى بس انه الحاله بتاعه المباراه ما يبقاش فيها اي عنف، ما يبقاش فيها اي خروج عن النص، ما يبقاش فيها اي محاولات لاستفزاز، ما يبقاش فيها اي محاولات ل يعني الخروج عن النص باي شكل من الاشكال. طيب هنروح لاهل الجزيره. معانا طبعا نورهان طمان مراسلتنا من الاهلي الجزيره. مساء الخير عليك يا نورهان. مساء الخير يا ساره، مساء الخير يا احمد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، يعني يمكن هنحاول ان احنا يعني نستعرض ليكم الاجواء من الصباح الباكر. الاعضاء هنا يعني بيحجزوا الكراسي قدام الشاشات، طبعا شاشات عرض كبيره جدا كعاده المقر الرئيسي وجميع المقرات لنادي الاهلي. استعدادات طبعا يعني الناس هنا يعني مختلف، يعني اعمار سنيه مختلفه جدا، كله يعني المشهد بيكتسي باللون الاحمر، نسبه يعني حاله من التفاؤل كبيره جدا ما بين الاعضاء. يمكن كمان احنا اتكلمنا مع العديد من الاعضاء هنا حوالين او حول توقعاتهم لنتيجه المباراه، يعني ما بين 2-0 و2-1 و3-0 و1-0. وفي طبعا الناس بقى بتحلم بسكور كبير، يمكن يعني ان شاء الله باذن الله يعني توقعاتهم باذن الله تكون في محلها. زي ما قلنا لكم يعني اعمار سنيه مختلفه، حاله من التفاؤل كبيره، كمان خلينا نقول انه حاله من نبز التعصب موجوده كمان شاهدناها هنا في ما بين اعضاء النادي الاهلي. كله يعني اجواء كرنفاليه واحتفاليه بشكل كبير جدا، كل الناس بتقول يا رب. بشكرك جدا نورهان طمان، كنت معانا من مقر الاهلي في الجزيره. شكرا ليكي جدا يا سارة. كله بيقول يا رب، زي ما بنقول يا احمد فعلا هي مباراه تاريخيه، ومش ببالغ وانا بقول ده. احنا بنعيش يوم كلنا محظوظين ان احنا بنعيشه، كلنا محظوظين ان احنا جزء من اليوم ده. كتير كنت بسمع انه يا على ذكريات وكواليس الصعود لكاس العالم 90، وكان بيبقى نفسي اعيش حاجه زي دي وفرحه زي دي لما اشوف الاهلي والزمالك هم اكبر فريقين في افريقيا بيتواجهوا في نهائي دوري ابطال افريقيا. اكيد انا محظوظ. أكيد لحظات روسيا ولا أكيد إيه؟ الجماهير يعني بلاش تفكرني بكأس العالم في روسيا يا أحمد، يعني أكيد كلنا مبسوطين إنه طبعا كلنا جزء من الحدث التاريخي ده، حدث بيتكلم عليه العالم كله، حدث مهم جدا، كلنا فخورين باللحظة دي، ونتمنى طبعا إن هي تكمل بتتويج النادي الأهلي. نروح لفاصل نرجع نكمل حلقتنا.